لقاء يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. التفاصيل مباشرة مع زميلة روان بودرغم. مساء الخير روان. مساء الخير سمر لك وللمشاهدين. يعني بالفعل تم هذا اللقاء ما بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب الحالي جبران باسيل، وذلك ليس في كليمونسو. هذا اللقاء لم يعقد في كليمونسو الا انما في بيت صديق مشترك لجنبلاط وباسيل، وبالتالي استمر هذا اللقاء لساعتين. حضره النائب تيمور جنبلاط ناجل وليد جنبلاط، وبالاشاره الى انه ايضا لم يحضر هذا اللقاء النائب وائل أبو فعور، على الرغم من أنه امبارح بالأمس كان هو من أبلغ القوات اللبنانية بحدوث هذا اللقاء لكي يكون هناك اطمئنان من قبل الحلفاء على أنه النائب وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي باقي على خطه السياسي وتحالفاته. الأولوية عند الحزب الاشتراكي بحسب مصادر الحزب الاشتراكي سمر هي لمنع الشغور في المجلس العسكري والحفاظ على المؤسسة العسكرية، وبالتالي الأولوية هي لحل مسألة التقاعد لعضوين في المجلس العسكري عبر التمديد أو تأجيل التسريح لهذين العضوين، وخصوصا بأنه أحد العضوين هو رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، وبالتالي هذا هو المطلب الأساسي للنائب وليد جنبلاط، وعلى هذا الأساس قبل بأن يلتقي مع النائب جبران باسيل لأنه هو من يعني يمنع توقيع مرسوم تأجيل تسريح الضباط الذي يعني يقف عند حدود وزير الدفاع المحسوب على النائب جبران باسيل. وبالتالي بالمقابل يعني ما يطلبه النائب جبران باسيل ليس وقته حاليا بحسب الحزب التقدمي الاشتراكي، وخصوصا بأنه للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي مرشح وهو حتى الآن معلن عنه، وهو النائب ميشيل معوض، وهو أيضا التقاه بالأمس لكي يطمئنه بأنه باق ومستمر في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وبالتالي خوف النائب جبران باسيل من دعم اللقاء الديمقراطي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجي هو يعني غير واقعي بحسب الحزب الاشتراكي. فبالتالي يعني نتائج هذا اللقاء اليوم الذي حصل بعد قطيعة طويلة ما بين جنبلاط وباسيل، نتائج ستظهر في الساعات القليلة المقبلة، وخصوصا أنه غدا يكون قد انتهى يعني مدة صلاحية وجود اللواء الركن أمين العرم بسدة منصبه كرئيس للأركان، وبالتالي إذا لم يمضى هذا المرسوم يكون هذا اللقاء لم يأتي بنتائج إيجابية، وبالتالي كأنه لم يحصل، إنما الأجواء تشير بأنها كان هذا اللقاء إيجابي وسيكون هناك حل لهذا الموضوع، وبالتالي التمديد لرئيس الأركان ويعني الاستمرار بهذا الموضوع ولكل حادث حديث بموضوع رئاسة الجمهورية. هذا فيما يخص الحزب الاشتراكي. أما في موضوع التيار الوطني الحر، تقول المصادر بأنه ليس هناك أي تعليق بهذا الخصوص، وتحديدا بأنه التيار الوطني الحر يلتقي العديد من الفرقاء السياسيين في إطار جولاتهم عليه للتقارب معهم، والأولوية لديهم بانتخاب رئيس إنقاذي ضمن الأولويات الرئاسية التي وضعوها. وبالتالي للساعات القليلة المقبلة الحسم ما إذا كان هذا اللقاء إيجابي فعلا أم كأنه لم يكن. سمر؟ نعم رواند، في معلومات خاصة في الجديد وعملية يعني تجميع المعطيات تقول أنه هذا اللقاء حصل في بيت داليا جنبلاط الظاهر في وسط بيروت. طبعا ليس هناك أي شيء ثابت ومعلن، ولكن تجمع معطيات أدلى يعني هذه الخلاصة بأن الاجتماع حصل في منزل داليا جنبلاط الظاهر ابنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في وسط بيروت.
يعني على بانتظار أن يعلن هذا الشيء أو هذه المعلومة أيضا. شكرا لك يا زميلة روان بودار. نعم، أنه العلاقة جيدة ما بين يعني جوي الظاهر ووالده بيير الظاهر، إن كان مع وليد جنبلاط أو إن كان مع النائب جبران باسيل، ولكن لم يكن هناك من معلومات حاسمة بخصوص هذا الموضوع، وتحديدا أنه كان هناك تكتم شديد حول هذا اللقاء، ولم يسرب خبر اللقاء إلا من بعد أن انتهى هذا اللقاء الذي استمر كما قلت لساعتين بين الرجلين. شكرا لك زميلة رواند بودرغم على هذه المعلومات.